ولكن علينا نحن جميعا أن نهض قادة والشعوب. القادة فعليهم أضعف الإيمانين أن يسحبوا سفراءهم، أن يسحبوا سفراءهم وأن ينددوا وأن يقاطعوا تلك المنتجات أو التبادل التجاري حتى تكون رادعة له ولغيره. ولكن عندما تحصل مرة في فرنسا وأخرى في الدنمارك وأخرى في السويد وأخرى في الهند وأخرى في غيرها في الصين وهكذا، تتتابع هذه الأمور لأنهم لم يجدوا ردة فعل قوية، وخاصة من القادة، لأن الشعور تنطبق ولكن ليس بيديها الأمر. لذلك وجب علينا إن كنا صادقين وخاصة القادة المسؤولين أن يقوموا بأضعف الإيمان، سحب السفراء والتنديد ثم المقاطعة، لا أقول الدبلوماسية فحسب بل التجارية أيضاً.